السلام عليكم خالتي، عندنا اليوم شرح على محفظة أوكياكس. المحفظة هذه شبيهة يعني مثلها مثل محفظة بينانس وكوين بيز، ولكن هناك على المحفظة هذه طريقة هناك طريقة لربح يوميا عملة البيتكوين من هذه المحفظة. اللي ما يعرفش محفظة كوين اسمه أوكياكس، هي موجودة على جوجل بلاي. أول شيء نأتي إلى هنا، تضغط هنا عندما تسجل توثق المحفظة تاعك أولا باش نفهمه. توثيق يعني بطاقة تعريف أو جواز سفر أو رخصة سياقة عادي. نضغط هنا هكذا كما تلاحظوا لهنا. شوفوا واش عندي لهنايا، عندي 3429 ساتوشي يوميا. لما تدخل يعطيك 50 قطعة من عملة ساتوشي يوميا كما تشاهدوا لهنايا. واليوم وهذه يعني عندما تكتمل 7 أيام، يعني كل أسبوع يعني تكتمل 7 أيام 50 ساتوشي، هذه نضربها في 4، يعني 50 تولي 200 قطعة ساتوشي كل أسبوع بدون يعني كما تشاهدون هنا 50 50 50، ونهاية الأسبوع يعطيك 200 قطعة. هناك طريقة أخرى أيضا للربح من هذه المحفظة. تضغط هنا فقط، الطريقة الثانية هنا، تضغط هنا هكذا كما تلاحظوا هنا كما تشاهدوا، يعني البيتكوين السعر تاعو الأخضر يعني يبين لك باللي السعر مرتفع، والأحمر يبين لك باللي السعر منخفض. أنت واش دير إذا حبيت يعني تعمل على هذه الطريقة؟ تضغط فقط، لما تدخل ما تتكش بهذه الواجهة لأني أنا قمت بها، راني ننتظر فقط ينتهي الوقت. ما زلت 11 ساعة فقط و يعني تربح يعني عملة إضافية. تقدر تلعب من 50 حتى 400 قطعة، 400 قطعة يعطيك عليها 8000 قطعة، وهكذا. وخمسين قطعة يعطيك عليها 1000 قطعة ولا شحال كما تلاحظوا لهنايا. أنا ديت 800 قطعة، هنا ديت 592 قطعة. المهم اللي حاب يلعبها يلعبها، اللي حابش يلعبها يعني يوميا يدخل المحفظة ويأخذ 50 ساتوشي. كاين اللي يتساءل يقول كيفاش نقدر نسحبها؟ السحب سهل جدا، كل ما عليك العودة إلى هنا هكذا، نضغط هنا هكذا على الصندوق باش نبري لكم هايليك. كما دخلت في الأول تضغط هنا فقط هكذا، ثم تعيد الضغط هنا. كما تلاحظوا هنا تضغط ريتري، ولكن لما تصل الحد الأدنى تضغط هنا ريتري هكذا. كما تلاحظوا هنا نديرو هكذا، هكذا 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 كما تلاحظوا. ثم السحب باش نفهمكم مليح هكذا، عندما تصل 10000 قطعة تستطيع سحبها مباشرة. الآن أنا عندي 3000 قطعة، ولما تصل 10000 قطعة تستطيع سحبها على المحفظة نفسها أو تسحبها على محفظة أخرى كما تشاهدون هنا. وهنا يعني 0.3 أصفار، 1 ساتوشي، 10000 قطعة، 10000 ساتوشي من عملة البيتكوين. تم الخصم هو اليومي. تدخل فقط غير تدخل على تضغط على هذه الصندوق، تأتيك واجهة يقول لك ربحت وصلت 50 قطعة ساتوشي فقط. كان هذا الشرح خوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف تجدون الرابط أسفل يعني على أسفل
أسفل الفيديو يكون لكم رابط الإحالة الخاص بكم. يكون ما عليكم فقط تضغط هنا على الصورة الخاصة بك أو العلامة هذه، إذا كنت أضفت صورة خاصة بك تضغط هكذا، بعد ذلك تنزل أسفل كما تشاهدون هنايا انفيت ديزاني، أضغط عليها هكذا نأخذ رابط العنوان، رابط الإحالة الخاص بنا ونشاركه مع الأصدقاء. كان هذا الشرح خوتي. المنصة هذه فيها بزاف يعني طريقة ربح، في المرات القادمة سوف أشرح لكم يعني بعض الطرق، والسلام عليكم.